كوثر. الآن نستعرض معا أهم ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في قطاع غزة المنكوب. كلهم جوا، زوجي وولادي، رحت أجيب طحين. كلمات لسيدة فلسطينية خرجت تبحث عن طحين لصنع كسرة من الخبز لسد جوع أطفالها. رحلة شاقة في شمال قطاع غزة وليست بالسهلة، ولكن المعاناة لم تنتهي لدى هذه السيدة الفلسطينية، فعادت لتجد بيتها ركاما ومن تحت هذا الركام عائلتها. انتهت القصة وانتهت هذه العائلة، ولم يبقى سوى هذه السيدة تحمل ذكريات وأوجاع رحلة البحث عن الطحين. لنشاهد. يا رب يا رب انزل حبيبك الجميل، يا رب يا رب يا رب، وين توفهم؟ وين توفهم؟ الحقوني الحقوني، جوزي وولادي راحوا. امانه امانه. وحياة ربي خايف، فش الي نفس. هذا الطفل الذي لم يتجاوز سن العاشرة فقد الأمل في الحياة، يمشي بين ركام المنازل التي هدمت على إثر القصف الإسرائيلي، لا يعلم أين يذهب، حاملاً معه كرسياً لطفل رضيع. فمنذ 7 أكتوبر قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت بدم بارد أكثر من 12,000 طفل فلسطيني غير الجرحى، وبهذا يتضح لنا بنك أهداف المحتل. لنشاهد هذا المقطع. وحياة رب غايب، وحياة رب بشري لي نفس، والله بدي اروح. وحياة رب غايب، وحياة رب بشري لي نفس، والله بدي اروح. مع كل عملية قصف يقوم بها الاحتلال الغاشم على أهالي قطاع غزة، تخرج آلاف القصص التي يقشعر لها الأبدان، ومن تلك القصص هذه الطفلة التي رفضت أن تترك والدتها المصابة وظلت متمسكة بها في المستشفى بعد قصف منزلهم في دير البلح بلح على الرغم من إصابة الطفلة. لنتابع. الحياة في قطاع غزة أصبحت تحدياً لا يطاق بفعل الهجمات والاعتقالات الإسرائيلية التي تطال جميع سكان القطاع. وتروي القصة الآتية حادثة حقيقية لأم فلسطينية، حيث تم اعتقال ابنها الطبيب الصيدلي صاحب 23 عاماً بجوار مستشفى الشفاء في قطاع غزة على يد القوات الإسرائيلية. هذا الاعتقال المفاجئ ألقى بالسيدة في حالة من الصدمة والانهيار النفسي. المشهد المؤلم يعكس حالة من الضعف والحزن العميق، حيث تصارع الأم بين القلق على سلامة ابنها واليأس من عدم وجود عدالة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. لنشاهد. يا أم، قديش عمر ابنك يا أم؟ 23. دكتور صيدلي، دكتور صيدلي، دكتور صيدلي. اشرب انت، معلش اشرب، توكل على الله. يا ربي خليني صايمه. معلش 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 بلاش يصير لك شيء. هاتي غسل ايدك. اخ يما، اخ يما يا حبيبتي. اخ يما، ايش جاك يما؟ ايش عملوا فيك يما يا حبيبي؟ ايش عملوا فيك؟ في قطاع غزة
تروى قصص الدمار بألم ويأس، فترى العيون جدران المنازل المهدمة وتصرخ الأرواح بين أنقاضها. فالمنازل في غزة ليست مجرد بنيان من الأحجار، بل هي الملاذ الآمن ومركز العائلة، ويشعر الأطفال فيها بالأمان تحت سقفها. ومع كل قصف يهبط على تلك الأبنية يتمزق قماش الأمل ويتبدد الحلم. فتظل البيوت الآن جراحا مفتوحة في قلب غزة تنادي بالنجدة والإعمار. الفيديو القادم انتشر بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق فيه ناشره حجم الدمار الذي خلفته الهجمات العسكرية على القطاع، ويعكس الواقع المرير الذي يواجهه السكان المحاصرين. لنشاهد. عندما تهدم البيوت في غزة تظهر قصصا تحكي عن الإنسانية، حيث يفقد الأشخاص مأواهم وموردهم الأساسي للحياة. تحمل تلك البيوت ذكريات العائلات وأحلامهم، وعندما تهدم ينهار معها عالم من الأمل والاستقرار. تصبح العائلات في حالة من اليأس والحيرة، محاولة البحث عن بدائل للعيش. وبعد قصف عنيف وهستيري شهدته الأحياء الغربية في مدينة غزة أمس، نزح المئات من تلك المناطق عبر شارع الرشيد بحثاً عن مكان آمن، علماً بأنه لا يوجد أي مكان آمن في القطاع. فلنشاهد بعض اللقطات التي حصلت عليها كاميرا الغد لنزوح الأطفال والنساء هرباً من بطش الاحتلال الإسرائيلي. لنشاهد. في غزة اليوم تتعرض للإبادة، وما كلمتينا من نصر ما شهادة، فلسطيني شهيد منذ تاريخ الولادة. قلبي وانا راجع وبإيدي ولدي، ولو كل العالم كان ضدي أنا راجع يا بلادي راجع. منذ أكثر من 5 أشهر والشعب الفلسطيني يعاني على كافة الأصعدة والمستويات، الكبار والصغار، ومن هم داخل قطاع غزة ومن هم خارجه. الجميع يعاني ويلات العدوان الغاشم والحصار الشديد. ووسط كل ذلك لم يسلم الفلسطينيون النازحون في غزة من سوء الأحوال الجوية، حيث تداول المستخدمون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة ظهرت خلاله خيام النازحين في غزة ومياه الأمطار تغمرها، ما أجبرهم على الخروج منها في منتصف الليل. لنشاهد. العديد من خيام النازحين، هي خيمة غرقت كلها. وين الأغراض؟ وين ودتوهم الأغراض؟ كل رميت هذيك أغراضهم. الله يفرج، الله يفرجها عليك يا عم، الله يفرجها. الخيمة كلها غرقت، وان في كثير خيام. هذا اللي جنبه جنبه. الله يفرجها على الناس. يعني هذه العائلة غرقت الخيمة تاعتها بفعل المنخفض، مجموعة من العائلات. يعني الله يفرجها. فقرتنا لمواقع التواصل الاجتماعي انتهت، والآن عودة إلى زميلة كوثر تنوري لمتابعة التغطية. إليك.